الشركسية، 1.5 كوب جوز صحيح، 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 3 ملعقة كبيرة بابريكا، لسلق الدجاج 1 كيلو دجاج مقطع، حبة صغيرة بصل، حبة متوسطة جزر، 2 فص ثوم، 2 قطعة ورق غار، فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، 6 عروق بقدونس مع الأوراق، صلصة الشركسية، 2 شريحة خبز توست، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، حبة متوسطة بصل مفروم، 3 إلى 4 فص ثوم مهروس، 1.5 ملعقة بابريكا، ملعقة صغيرة شطة حمراء بودرة أو مشروشة، 0.5 ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود، وبقدونس مفروم، جوز صحيح، وأرز للتقديم. الطبق الشركسية من الأطباق التركية القديمة، وصار كتير منتشر في زي ما بنقول مطابخنا العربية. وصفته كتير سهلة، ما بتأخذ منك مجهود ووقت، ولكن بس نعرف هو معتمد على إيش. يمكن الأساس فيه بيبقى الدجاج. هنحتاج دجاجة كبيرة، طبعا 1 كيلو يمكن يكفي ل4 أشخاص حسب عدد أفراد الأسرة عندك. بالنسبة هلأ للدجاج، أنا حقطع الدجاج ل4 قطع ونتبله أو نشوف طريقة السلق إيش بدي أحط لها أي إضافات. عندي هون مي مغلية، أبتدي أضيف قطع الدجاج. في عدة طرق على فكرة لسلق الدجاج، في أوقات بنقول لازم نحطها في المي وهي باردة بعد هيك بنضيف المي، أو بنقول نحطها في المي المغلية. فإن شاء الله نبقى في مجال تاني نتكلم عن الفرق ما بين سلق الدجاج في مي مغلية وسلقه في مي باردة، إيش الفرق ما بين الاثنين. خلينا نشوف إيش الإضافات التانية حنحطها على الدجاج. هحط شرائح جزر، مجرد جزرة كبيرة هيك مقطعة إلى شرائح، هيك أنا بعطي طعم كتير مميز للمرق اللي عم بيطلع من هالدجاج. وبصل ممكن أقطعها 2/2 بس يكفيني ذلك. وعندي بعد هيك توم، التوم إذا حبينا ممكن إحنا نحطه توم صحيح، أو إذا حبيت أقطعه إلى شرائح مجرد نص هيك بالطريقة هاي. يبقى بنضيف التوم، وبعد هيك بستنى لهيك زي ما بنقول 10 دقائق لغاية ما يصير عندي رغوة على وش الدجاج، وبشيلها بتخلص منها الرغوة. إذا حبيت أضيف طعم أكتر ممكن أحط فص هيل، ولكن أنا مش حابة زي ما قلنا يكون عندي طعم بهارات كتير في الشوربة، أنا حابة يكون فيها طعم الخضرة أكتر. حضيف بس كم فص من الفلفل الأسود، والإضافة الأخيرة حتبقى قطع من سيقان البقدونس، يعني نفس الورقة زي ما هي أو الساق أو عود البقدونس زي ما هو، حاخد بس هيك كم قطعة وأحطهم على وش الدجاج بهالطريقة. ما تقطعيهم ولا تفرميهم ولا شيء، هدول بس عشان يعطوني هيك نكهة طيبة. زي ما شفتوا الجزر والبصل والثوم هم اللي أنا عم بعتمد عليهم بالنسبة لسلق الدجاج للمرأة. فحخلي الدجاج هيك على جنب لغاية ما يكتمل زي ما بنقول طبخه، وبعد هيك حيكون عندي محضر أنا المرق. حخلي المرق جنبي اللي هو مرق الدجاج اللي أنا اشتغلت فيه، وعندي بعد هيك دجاج مسلوق عشان نكمل خطواتنا، هيك تبقى الوصفة سهلة ومعقولة. حنخليه هيك على جنب ونبتدي خطوتنا التالية. الخطوة التالية أني أنا هحتاج جوز. الجوز هو اللي عشان ما نلخبط، هو اللي عند جمل، ما نتلخبط ما بين من بلد لبلد يمكن بتختلف الأسماء. الجوز هو المقصود فيه عند جمل. بحطه هيك شوي في صينية صغيرة وبدخله الفرن لبضع دقائق لغاية ما يتحمص عندي شوي، ويبقى عندي محمص جاهز بياخد ريحة وطعم طيب. هنخليه هيك على جنب ونبتدي نتكلم عن المكونات الثانية اللي حنستعملها في الشركسية. هاخد قطع من التوست، مش مهم يكون عندي توست طازة قديم،
أي نوع من الخبز، ممكن خبز الفينو إذا حبيتي، المهم يكون عندي قطع من الخبز اللي موجود عندك. إذا حبيت أتخلص من الأطراف بالطريقة، ساعات بتبقى هيك بنية وناشفة، إذا كانت طرية مش مشكلة خليها، حتندمج مع الجوز وبقية المكونات، ولكن أنا بفضل دائما نشيلها، بتبقى تعطيني طعم أطيب. يبقى قطع الخبز حنخليها هيك على جنب. ممكن نحتاج كمان 3 شرائح. الأطراف اللي عم تطلع من هون أنا ما حرميها، ممكن في وصفة تانية نستعملها زي البقسماط، أغطي فيها أي أطعمة أنا بدي أقليها، فنستفيد دائما من كافة الأكل اللي موجود عندها. حنخلي هيك على جنب وأبتدي خطوتي التالية، اللي أنا بدي أنقع التوست بالمرق، المرق اللي أخذناه من سلق الدجاج حنستعمله لترطيب التوست، لأن هذه أساس الصلصة اللي هي الشركسية اللي حنستعملها اليوم. حاخذ قطع التوست وأقطعها مجرد هيك تقطيع خفيف بإيدي، وأصب عليها شوي من المرق لغاية ما تتشرب هيك. هون عم باخد أنا خلاصة الدجاج زي ما شفتوا عملناها بالجزر وعملناها بنكهة البقدونس، فكتير بيبقى طعم التوست مميز. هضغط عليه شوي بالشوكة لغاية بس ما يتشرب، وحخليه على جنب. أنا مش هشتغل فيه هلأ لأنه في عنا خطوة كمان، هي برضو حتعطيني طعم لهالطبق. خلي بس ياخذ عندي كافة المرق بهالطريقة. يبقى احنا هلا عم نجهز خطوة خطوة لهالوصفة. خلينا نشيل بس السكين. نشوف خطوتنا الثانية. انا هحتاج احمر شوية بصل مع شوية زيت زيتون وشوية ثوم. تحمير البصل هذا ممكن في بعض الاوقات اذا كانت ست البيت وقتها ضيق ممكن تستغني عن هالخطوة ومباشرة يعني تحط البصل ني، ولكن أنا بحس لما بنحمره بيعطيني طعم كتير مميز. هسخن شوية زيت زيتون، وممكن إذا مش موجود عندك زيت زيتون تستعملي زيت ذرة ما في مشكلة. من زمان كانوا بيستعملوا من زمان كانوا بيستعملوا السمنة، فزيت الزيتون كتير بيعطي طعم لذيذ خصوصا مع طعم الجوز وهال بقية المكونات اللي حنحطها بهالوصفة. هحتاج أضيف البصل. أنا البصل عندي هون بس يدبل، يعني ما بدي أبدا يتغير لونه. هضيف فص أو 2 من الثوم مباشرة على البصل. على جنب ونبقى خلاص احنا مش هنحتاج النار تاني، نطفي ونشوف كيف بدنا نجهز هالطبق. خلينا هلا الدجاج احنا عنا مسلوق حنخليه على جنب برضو، مش هلا دوره، لسه حنشوف مع بعض الخطوات اللي حنعملها بهالوصفة. نبتدي هلا خطوتنا التانية. انا هحتاج اني اطحن الجوز. تتذكروا قلنا الجوز نحطه شوية
الفرن عشان يتحمص ويعطيني طعم وتطلع ريحته الزاكية. حطحن شوي الجوز. بعد هيك أضيف التوست اللي نقعناه في المرقة، تتذكروا نقعنا التوست في مرقة الدجاج، هضيفه على الجوز. هلأ حنضيف البصل اللي حمرناه مع زيت الزيتون. هذه كليتها إضافات وخطوات، يمكن هي السر في حصولنا على النكهة الطيبة لها الطبق. هضيف لغاية ما يصير عندي معجون هيك طري شوي. وابتدي هلا على خفيف ازود المرقه. يبقى بتأكد صارت الصلصة عندي ناعمة، بدوقها في حال حبيت أضبط الملح، ممكن أضيف لها رشة ملح أو رشة فلفل. وبعد هيك نبتدي نجهز طبقنا. نبتدي هلأ نجهز الخطوات الضايلة أو الباقية لتقديم هالطبق. هلأ الدجاج اللي سلقناه بحاول قدر الإمكان أخذ منه قطع كبيرة، يعني ممكن بس أشيل العظم ويضل عندي قطع كبيرة. في ناس بيقطعوه صغير خالص، ولكن على حسب رغبة ست البيت، لأنه عارفين الشركسية في إلها كتير زي ما بنقول أسلوب تقديم من مع تطور هالطبق عبر الوقت، له من الأطباق القديمة جدا يعني، فكتير تغيرت أساليب تقديمه. بفكرني زي الطبق المسخن، هلأ الكل بيعملوا على شكل سندويشات، فبنفس الإشي طبق الشركسية ممكن يتقدم على شكل مقبلات أو يتقدم برضو على شكل طبق رئيسي. فأنا بحاول قدر الإمكان أخذ قطع الدجاج بحيث تبقى قطع كبيرة، بس المهم أني أشيل منها العظم على أساس أنها تبقى جاهزة للأكل، ما ينزعج الشخص اللي عم يأكلها. فنحط القطع بهالطريقة. كتير لذيذ الطبق هذا للعزايم، إذا عندك عزومة ممكن يبقى طبق مناسب، وبيتقدم جنبه شوية رز بيبقى وجبة كتير كتير لذيذة. وممكن ست البيت إذا حبت تجهز هالطبق مسبقا تسلق الدجاج وتحطيه بالتلاجة بس، وتقدمي الصلصة سخنة زي ما شفتوا كيف عملنا إحنا الصلصة. فمجرد هاللمسات الأخيرة بالآخر تكسب وقت كويس. خلاص إحنا حنكتفي بهالكمية ونشوف خطوتنا التالية. الصلصة إذا حبيتي تقدميها سخنة ممكن أدفيها شوي، أرجع أحطها على النار شوي وأسخنها، ما في أبدا أي مشكلة عندي، على حسب زي ما بنقول كيف الجماعة عندك بيحبوا ياكلوا هالطبق. باخد شوي من الصلصة، خلي الطبق هذا شوي قريب علينا، بحط شوي من الصلصة. بفرشها يعني كأنه في أعلى طبق بهالطريقة. هاي تعتبر زي صوص بس غنية بالطعم اللذيذ زي ما شفتوا عملناها بالمرقة والجوز، فبتاخد طعم كتير كتير مميز. حوزع عليها الدجاج. وكمية الدجاج بنقدر نتحكم فيها على حسب عدد أفراد الأسرة زي ما قلنا. بعد هيك برضو حسقي بقيت، خلينا بس نشيل
هالقطع هاي عشان نعرف ناخذ راحتنا هيك بس في الشغل. وارجع اوزع شويه صلصه على الدجاج. ما بدي اخبي الدجاج كله، بس بيهمني كثير انه يكون الصلصه مغرقه الدجاج، يعني تبقى هيك طبق غني. بضل عندي بعد هيك اضافه شويه بقدونس واضافه الصلصه اللي عملناها بزيت الزيتون. تتذكروا عملنا الصلصه بزيت الزيتون والبابريكا والشطه، بنعملها هيك بشكل يمكن تزيين شوي على حواف او تيجي هيك على شكل الطبق بهالطريقه. وبنفس الوقت بنصب منها برضو شوي على الدجاج نفسه. هوزع قطع من الجزر. الجزر هذا إضافات على حسب ست البيت ما بتحب طريقة التزيين للطبق، ولكن هو مش من أساس الوصفة، هذه مجرد لمسات تزيين. ممكن أصابع الجزر بتعطيني منظر كتير حلو. وبضل عنا آخر إضافة، معلش هالطبق حسيت إنه غلبتكم فيه إضافات كتير. هحط بعض القطع من الجوز الصحيح اللي ممكن نكون محمصينه بالفرن عشان تطلع ريحته الطيبة. يبقى هالطبق إن شاء الله يكون عجبكم، خطواته كتيرة ولكن طعمه بالآخر بيبقى كتير لذيذ، وبيبقى وجبة غنية لأفراد الأسرة وانتي مرتاحة إنه وضامن إنه حيعجبهم. نحمص الجوز بالفرن، بنسلق الدجاج ونشيل عنه الجلد، بنحمص البابريكا بزيت الزيتون، بننقع التوست بالمرق، بعد هيك بنطحن الجوز مع التوست ونعمل صلصة الشركسية ونحطهم في طبق التقديم. طبق الشركسية إذا بدنا نعتبره كوجبة على الغداء كطبق رئيسي، يفضل أني أقدمه جنب الرز، ممكن رز مفلفل أو رز بالشعرية زي ما بتحبي. ممكن في ناس بيحبوا يأكلوه مع خبز، زي خبز الفينو ممكن يتقدم معه، خبز الإيراني، أي نوع من الخبز ممكن يتقدم مع هالطبق ويبقى وجبة غنية بالطعم، وأنا كتير بحبه خصوصا عشان بحب طعم الجوز فيه. إن شاء الله يكون عجبكم.